اللزق. اسمع انك جبهة يعني ولا مش زين؟ الجبهة الشعبية وكل القوى الديمقراطية والتقدمية مواصلة نضالها من أجل كشف الحقيقة كاملة في هذا الاغتيال. الخلاصة اللي نجم نأكدها بعد الأربع سنوات اللي مرت وبعد ما شاهدنا عراقيل عديدة من أجل عدم الوصول إلى الحقيقة كاملة، الخلاصة نخرج بها هو أن جريمة اغتيال الشهيد شكري بالعيد كما جريمة اغتيال الشهيد حاج محمد إبراهيمي هي جريمة دولة. الائتلاف الحاكم برأسيه النهضة والنداء ما زال مستمر في سعيه المحموم لعرقلة مسار كشف الحقيقة. القضاء يستعمل في هذا المسار، يستعمل كالأداة لتمرير التوافق السياسي بين النهضة والنداء على طمس الحقيقة لتمريره قضائيا وقانونيا. نحن نحيي هذه الذكرى في لحظة ما زالت حرجة تحت شعار واضح مقاومة الإرهاب من أجل عام 2030 الذي يتصدى لكل المؤامرات التي تحاك ضد هذا الشعب.